أنا ريتال محمد جدع من إدارة تعليم جدة. اللهم لك الحمد، يعني أنا جداً مبسوطة بالمكان اللي إحنا وصلنا له، لأنه ما كان وصوله بالساهل، يعني تعبنا كثير وكله بفضل ربي، اللهم لك الحمد. فأحس أني مرة مبسوطة، يعني سعيدة أن أنا وصلت لهذا المكان. أولاً بالنسبة للتنافس العالمي، أول حاجة أنه إحنا نمثل المملكة، يعني تمثيل مشرف، وأنه نقدر نكون يعني قدوة للباقيين إن شاء الله، في يعني الطلبة اللي جايين إن شاء الله. وفي نفس الوقت أطمح أن أنا أنشر ورقة بحثية يساعدني كثير في سيرة البحثية، وفي نفس الوقت البحث اللي طورناه إن شاء الله إن شاء الله أنه رح ينقلنا لتقنية جديدة وللجيل السادس من الاتصالات، وفي نفس الوقت رح يخدم قطاعات جداً كثيرة زي الطب والأمن والصيدلة وغيرها. فإن شاء الله يعني أنه نقدر نطبقه في حياتنا الواقعية. الأشعة التيراهيرتز تعتبر أشعة غير مؤينة، فبالتالي هي آمنة على الإنسان أأمن من الإكس راي اللي موجودة حالياً في المستشفيات. فهي حتخدم قطاعات مرة كثير، وأولها الطب يعني بالنسبة للإنسان، وكمان في الأمن، في الصيدلة، في الاتصالات، وحالياً كمان حتى في إنترنت الأشياء، يعني اللي حالياً عندنا هو يساعدنا في أن احنا نطورها من ناحية تقنية التصوير والأشعة وغيرها. أكثر ناس ساعدوني كانوا أهلي، مرة دعموني كثير يعني من عدة نواحي، يعني نفسياً أولاً ومادياً وغيرها، يعني من جوانب كثير. وكمان دكتوري منتر تبعي دكتور سمان فهد، وأستاذ عبد الرحمن هيازة، وأستاذ مبارك الدوسري، كلهم بذلوا معي جهود كبيرة يعني خلال هذه المرحلة. والله يعني اللهم لك الحمد، هذا من فضل ربي طبعا، يعني ما هو يعني لولا الله ثم الدكاترة وجهودهم معانا كان احنا ما وصلنا لهذه المرحلة. وفي نفس الوقت يعني صراحة أخذنا كثير من حياتنا الشخصية وحياتنا الدراسية ومن حياتنا بشكل عام في سبيل ان احنا نطور بحثنا ونشتغل عليه. فصراحة كانت يعني جهود ما هي قليلة، وسهر مرة كثير، بس الحمد لله يعني طلع بنتائج حلوة. أنا أوعد أني أنا حاسوي اللي أقدر عليه بكل اللي إمكانيات الموجودة عندي، يعني حاحاول أن أنا أوصل لأعلى حاجة أنا أقدر عليها إن شاء الله.